زادت أزمة كورونا من الضغوطات على بيئة العمل وأيضا على المجتمعات بشكل عام، فوصلت نسبة البطالة، بطالة الشباب والمحتاجين، إلى أرقام قياسية في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا. طبعا هذا ليس مجرد كلام عابر، بل تصريحات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، التي تصف الوضع الكارثي في المنطقة والذي أصبح فيه الشباب والأطفال الضحية الأكبر للعنف المستمر. ومع هذا الواقع المؤلم، أكدت المنظمة أن هناك بصيص أمل، شرط إقامة علاقات جيدة أو جديدة ما بين الحكومات أو حكومات المنطقة والشباب بعد هذه السنوات من الصراعات في المنطقة. دعونا الآن نلقي نظرة على الأرقام التي أصدرتها منظمة اليونيسف حول نسبة الشباب المحتاجين بسبب العنف في الشرق الأوسط. تقول المنظمة إنه بعد عام 2011 تعرضت حياة الشباب ومستقبلهم للتهديد بسبب تزايد الصراعات في منطقة تضم 124 مليون شاب، أي 26% من إجمالي السكان. ووفقا للمنظمة، يحتاج 38 مليون طفل ومراهق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مساعدات إنسانية، وهو أكبر عدد في العالم بحسب المنظمة. والأمر نفسه ينطبق على البطالة التي يبلغ معدلها 29% في شمال أفريقيا و25% في الشرق الأوسط. وإذا كانت هذه تعتبر نسبا عالية، فنسبة البطالة أعلى في صفوف النساء وتبلغ حوالي 40% في شمال أفريقيا والشرق الأوسط على التوالي. تقول المنظمة إن المنطقة تشهد زيادة مضطردة في العنف ضد الشباب، وإن نصف الانتهاكات الجسيمة ضد الشباب حول العالم في العام 2019 والبالغ عددها 28,000 وقعت في 7 دول فقط في منطقة الشرق الأوسط. ولكن باسل، ما هي خطط اليونيسف لحماية الأطفال والشباب من العنف؟ هذا اللي راح نعرف في مقابلة أجراها زميلنا حيدر العبدلي في الأردن مع المسؤول الإعلامي في مكتب اليونيسف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسن نابلسي. نتابع هذا اللقاء. بداية، يعني برأيك لماذا يضم العالم العربي عددا قياسيا من الشباب المحتاجين؟ الأوضاع الاقتصادية وضعف أو سوء في الحوكمة خلف أعلى نسبة من الشباب العاطلين عن العمل عالميا، يعني نسبة تقترب من 29% في شمال أفريقيا و 25% في باقي المنطقة، وهو رقم عالميا مهول، والنسبة أيضا مرتفعة بالنسبة للفتيات تصل إلى حد 40%، وهذا قبل جائحة كورونا، فنتوقع أن الأرقام الآن ازدادت أكثر من ذلك أيضا. ما هي الأسباب المباشرة التي ولدت عددا قياسيا من ضحايا العنف؟ حقيقة الأسباب المباشرة هي النزاعات والحروب التي ولدت بالمقام الأول عدد كبير من النازحين واللاجئين في المنطقة، تقريبا 12 مليون طفل هم إما نازحين داخليا أو لاجئين. هذا بالإضافة إلى التعرض للبنى التحتية التي تخدم الأطفال من مرافق تعليمية ومرافق صحية وغيرها. ربما الجدير بالذكر إنه التعليم يعاني أكثر شيء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إحصائية مؤخرا وردت إنه 6 من 10 من الأطفال بعمر 10 سنوات لا يستطيعون قراءة أو فهم نص مناسب لعمرهم. هذا يعكس ضعف في جودة التعليم، بالإضافة إلى ملايين الأطفال خارج مقاعد الدراسة، وتعليم لا يؤهل الشباب للدخول والانخراط بشكل فعال في سوق العمل. تقرير اليونيسف ذكر أن إقامة علاقة جديدة بين حكومات المنطقة والشباب بعد 10 سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي يعطي بصيص أمل، لكن الأنظمة العربية على حالها والعلاقة بين الحكومات والشعب سيئة، لماذا برأيك؟ هناك حاجة لعقد اجتماعي جديد وعلاقة جديدة بين الشباب والحكومات، وتوفير مساحات وفرص للشباب للتعبير عن آرائهم والمشاركة بشكل فعال في أوطانهم. نحن اليوم في مرحلة حسب تقديرات البنك الدولي نحتاج إلى 300 مليون وظيفة للشباب في المنطقة بحلول عام 2050. هذا بوتيرة 800 ألف وظيفة يجب خلقها شهريا من الآن للاستجابة لعدد الشباب الذي سيدخل سوق العمل. حسن، ذكر التقرير أيضا أن زيادة في حالات العنف ضد الشباب تشهدها المنطقة، ونصف الانتهاكات وقعت في 7 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من هي هذه الدول؟ كيف يمكن وصفها؟ كيف قمتم بهذه الدراسة عليها؟ حقيقة تقوم الأمم المتحدة بمراقبة الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال بطلب من مجلس الأمن، وهذه الانتهاكات هي 6 انتهاكات، منها القتل أو إصابة الأطفال
الأطفال بجروح أو التعرض للبنى التحتية التي تخدم الأطفال مثل المدارس والمنشآت الصحية. طبعا تقوم اليونيسف بمراقبة هذه الانتهاكات في 7 دول، هي سوريا والسودان، ليبيا ولبنان واليمن والعراق ودولة فلسطين. الجدير بالذكر بأنه في عام 2019 28,000 انتهاك سجل في العالم، نصفه تقريبا حدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا رقم صادم ويعبر عن مدى المعاناة التي يشهدها الأطفال واليافعين في المنطقة. هل هناك خطط من منظمة اليونيسف لتدارك الوضع الحاصل؟ نحن نتحدث عن 38 مليون طفل بحاجة لمساعدات إنسانية. 38 مليون طفل بحاجة لمساعدات إنسانية في المنطقة، وتقوم اليونيسف بزيادة أو قامت اليونيسف خلال 10 سنوات الماضية بزيادة عدد برامجها للاستجابة للحاجات الملحة والمتزايدة في دول مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا وغيرها. طبعا تعمل يونيسف على عدة أصعدة، منها صعيد المياه، منها صعيد الصحة والتعليم وغيره. نحن مثلا هذا الأسبوع نمر على 10 سنوات ذكرى بداية الأزمة السورية. قامت اليونيسف على سبيل المثال في سوريا ودول الجوار بتوفير 3.7 مليون فرصة للتعلم الرسمي وغير الرسمي للأطفال. زودت أكثر من 5 ملايين شخص بخدمات المياه الصالحة للشرب، وقامت بتوزيع لقاحات ضد شلل الأطفال لحوالي 2.7 مليون طفل داخل سوريا. كيف يمكن مساعدة تلك المجتمعات ويتم إنقاذ شبابها وأطفالها من الضياع؟ حقيقة ربما يكون من أهم الأشياء التي ممكن فعلها هو الاستثمار في التعليم ورفع جودة التعليم توفير الأطفال والشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي. جدير بالذكر على سبيل المثال أنه 14 مليون طفل كانوا أصلا خارج مقاعد الدراسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل جائحة كورونا. نتوقع بأنه هذا العدد قد يكون ارتفع بسبب التداعيات الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه في آخر إحصائية قمنا فيها 40% أو 2 من 5 من الأطفال لم يصلوا للتعلم عن بعد، إما لأنهم لا يملكوا الأجهزة أو تغطية الإنترنت أو المساعدة الوالدية في منزلهم. فهنالك جيل حقيقة قد يهدد تعليمه في هذه المرحلة، ولذلك يجب تضافر الجهود لدعم قطاع التعليم وإعادة وضعه كأولوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مستقبل الشباب معرض كذلك لتهديد بسبب تزايد الصراعات وانخفاض أسعار النفط بحسب اليونيسف. هل هذا يعني أن مستقبل هؤلاء لن يستقيم إلا إذا انتهت الصراعات بشكل كامل في المنطقة؟ دائما مناشدتنا هي إنهاء الصراعات والحروب في المنطقة، لأنه الحل السلمي هو بارقة الأمل الوحيدة للأطفال واليافعين في المنطقة الذين هم أيضا مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أطلقت اليونيسف مناشدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلغ 2.5 مليار دولار في بداية هذا العام، وهي تقريبا 40% من المناشدة العالمية لليونيسف. فهذا دليل على حجم المتطلبات، ولذلك نتمنى أن لا تنسى الحكومات أو الجهات المانحة عن احتياجات الأطفال في هذه المنطقة. مشاهدينا